السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم لما فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم روتين ديال التغيير ديال غرفه النوم 180 درجه بورق الحائط ان شاء الله، وتغيير الصالون حتى هو ما نسيناش. قررت نشارك معكم هاد لا فيديو هادي باش نشارك معكم تجربه بسيطه لاول مره الصراحه بالنسبه لهاد البابي بان ديال البيت النعاس. اول مره غادي نجربوه، جا زوين وغزال وتجربه زوينه وسهل في التركيب. مشينا كنقلبوا على الكولا وعادي مسكين شي ساعتين هو كيقلب على الكولا، ولكن المشكل اللي وقع انه اصلا كان اوتوكولون، يعني ديجا هو كان كيتحيد ليه الكاغيط الوراني وكيلصق، وحنايا ما شفناهش في الاول. فوالا هادشي اللي كاين. وبالنسبه للبابي بان ديال الصالون كنت اختاريت وحده اخرى ابيض، ولكن غلبتني ماما وعادي تبقوا على هاد اللون هذا اللي غتشوفوا معايا في هاد لا فيديو هادي. هادشي ما كان اليوم فيديو حماسي باش نوض تغيروا، راه تقدروا بحاجه بسيطه تغيروا من غرفه النوم ديالكم اولا من الصالون ديالكم وتعطيوه واحد الجماليه وواحد الحله جديده بحاجه بسيطه. ان شاء الله قربنا نساليو الحد صراحه. البابي با ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، جا غزال غزال تبارك الله. عادي عندك تما الديكالاج الاولات وتبارك الله شات لينا الخير. كنشيطو شويه تما الفوق وكنشيطو هنا تحت باش الفينيسيون تكون قاده ان شاء الله يا ربي. برافو المعلم عادي والمعلم انا. اوبس. المهم سالينا، دابا غادي نديرو الفينيسيون، غنفي نوجدنا بالكيتور ترونشوار فحال هكا وصافي.
صافيك من الحيط ما شاء الله. صافي درنا الفينيسيون، دابا عادي نغير هذيك الطاجيره. حيت الصراحه انا كنت باغا نزيد هذاك البابي بون حتى لتما الساعه، صافي قال لي عادي لا راه كاجا احسن يجي بعيد على لي برودوي تما باش يبقاو باينين، حيت هو مزركش ولي برودوي يكونوا مزركشين ما غاديش يجي زوين. جا غزال الصراحه، جا واعر. صافي دابا غنركبو لولي، غادي نمسح غير هنايا مزيان ونرد هادو الطاجيره ديالهم ونركبو لولي هنايا باش يتقاد البيت الناس ان شاء الله. غتبقى لنا غير الطاجيره ديال التلفازه، مغطله مغطيه التلفازه، غتبقى لنا غير طاجيره التلفازه صافي ان شاء الله حتى توصلنا حتى هي ونركبوها. قرات عيني كيصايب الناموسيه، عادي شكون هو قرات عيني؟ شكون هو قرات عيني؟ شكون هو قرات عيني؟ ديما الاشغال ديالها خدامه سيليا، ويلي مالنا. قرات عيني كيصايب الناموسيه، وسيليا كدير الاشغال ديالها وانا جاب ليا 2 كيلو ديال الفخر، ما ديوش على روينه راه باقا ما شطبت ما والو. دابا مع الاصلاحات اللي كاينين 2 كيلو ديال الفخر، وجاب ليا قال لك الشمعه اللي كي هادو دوك كيشعلوا بهم الفخر، وجاب السردين، وجاب هنايا مجمر وشويه مصور فيها حاولي، وهو جايب لي السردين يلا وزيد. قال لك دير لنا شويه ديال الحوت، اول اكله ان شاء الله غنطيبوها هنايا في الدار الجديده. المشكله المجمر فيه الماء، مشكله. سي زوجي حبيبي مهلا فيه، ما تديوش على الزعاطيط، شوفوا الصفرة. زوجي حبيبي مهلا فيه، خصك انا صافي نتبلع السردين مالنا هادي شويه تقل نطيبو لي شها نطيبوها ليه دروك. هاكا نضحك معاكم. احنا اصلا انا ما كناكلش السردين، راكم عارفين لكن من هنا الكلينيك مش حاجه ديال السردين، داكشي علاش غادي نطيب ليه غير هويا، وانا غندير قطيبه ديال لدنت هما اللي غادي ندير. ما فهمتش كيف غندير لهاد المجمر هو فيه الماء باش يشعل ليا فيه الفخر كامل. غنحاول نشعل العافيه في الفخر والله اعلم واش تصدق ولا ما تصدقش. نخلي هاد الكاريت هذا باش يحاول يشرب هذاك الماء اللي كاين في المجمر. ما فهمتش عادي جايب ليا مجمر، شاري مجمر فيه الماء. يلاه فهموها نتوما فاش كان كيفكم راس كيفاش فكر انه شوف كيفاش فكر انه يجيب شي مجمر ديال بحال هكا. مشكلة صافي كيما عندنا ما نديرو. غنحاول معاه الله ان شاء الله تصدق. انا بحال ماما كيعجبو هاد الفخرات هادو اللي كيكونوا هكا طويلين، هما اللي دغيا كتشد فيهم العافيه وتيشعلوا. الله يجينا ويجيكم من هنا يا ربي. كيعجبوني الحاجات البلديه، ان شاء الله غنشري رابوز بلدي تخ تخ تخ. وقيله الا صدقت نوريكم، قليله صدقات على الله يا ربي. نخرجوا البالكون باش يضرب فيه الريح باش يشعل الفاخر. دابا غادي ندير شويه الحوت، شوفوا السعاده شنو دار. كل السردين كله ما خلى لي حتى شي وحيده. عندكم انا ما كناكلش السردين، ماشي ما كناكلوش، انا كان عزيز عليا السردين واحد الوقت دار لي حساسيه بحال اللي عرفتو في الحلق ديالي، كنت غنموت من هذيك. صافي منعوه عليا الطبيب وحلفت حلفه قطعيه والو بعد من السردين. بصحه والراحه بغيت ناكل بوحدي السردين ياك، وانا مرض محشومه شريك ماشي مرضي ممكنش انا مرضي. المهم راه ما خصكش تاكلي. شوفوا البيرانا ديال عادل راه هي كتو. البارح راه درت تحدي، قال لي البارح دخلتي في موسوعه جينيس. زيت البيرانا انا كنت كي صحابك صغيره ايه
كان كيحسب لي صغيره ملي جيت نهزها بحال هزيت تبارك الله بحال هزا شي بيبي عنده 3 شهور تخيلوا جوج يدين هزا بحال هكا كبيره تبارك الله وكانت غطيح لي من يدي كتزلق درت لها فوطه ايوا المهم هادشي اللي كاين انا راه كنطيب واحد تمايا واحد شويه د لاطنت شي ياكل اوميغا 3 وشي يضرب لاطنت عاودي عاودي ايوا بصحة وراحة بصحة وراحة الله ينفع امين هكا جابيت النعاس وهذاك البابي بان جا بحال هكا جا غزال الكشة راه ماشي عوجة راه فيها الزواقة هكاك مايلة كتجي ايوا صافي درت هادوك لي طابل شوفي بحال هكا باقي غنبدل هاد الفيزات هادو غنبدلهم نحيدهم صافي والتريا راه كاينه تما فهاديك الكارطونه اللي كتشوفو حتى يجي التريسي ان شاء الله غدا غيركبها ليا وهنايا كاينه التلفازه وغيوصلوني واحد الطاجيرات غدا ان شاء الله باش غنركبهم تمايا على حساب الريسيبتور والبيسي وداكشي انا الناموسيه راه عندي كبيره دايره الناموسيه كبيره هادي صافي هنايا الكوافوز بحال اللي شفتو في المره الفايته مهم داك الديكور ديال البابي بان جا غزال عطى واحد الجماليه للبيت غزاله ودرت ليه واحد الغابيل هنايا ما غيبانش لكم دابا الليل جوار هذا اللي وصلني من جوميا حتى هو لونو غزال عادل دابا راه كيركب بيت النعاس تبان لكم تما المطلع وسميت وهذا حمقني هذا كنت في الدار الاخرى كنت دايره ولكن كنت دايره الوان باهته ما عنديش هاد الالوان هادو هكا يا فونسي كيف ما كيبان لكم الاخر كانوا الالوان ديالو باهتي وكنت انا اختاريت واحد الشكل اخر غنخلي لكم تصويرته هنايا وكنت اختاريت واحد الشكل اخر هو اللي كنت باغا ندير فيه الابيض وهو بحال تحجرت وفيه الابيض وفيه الذهبي زعما باش يجيني غابيل مع الصالون ان شاء الله جديد وداكشي ايوا ويا تنوض ماما قالت لي لا غديري هذاك اللي كان عندك في الدار الاخرى هو اللي زوين عادل حتى هو مشى مع الراي ديالها صافي ما كنا متفقين هنا حنا على واحد الابيض بحال البيج وفيه فيه زيوقه ذهبيين انا نخلي لكم صورته هنا باش تشوفوه الساعه ملي اتفقوا على هذا صافي اتفقوا على هذا الاخر كان عجبني انا وسناء الصراحه هي قالت لي الاخر هو اللي زوين ولكن ما عندي ما ندير ملي نسيبه وولدها كيتفقوا ايوا اتفقت ماما هي وولدها ما عندي ما ندير انا سكت صراحه هذا زوين غاجي غزال هذا بغيتو بالنسبه لهنايا هاد الحيط اللي فيه التلفازه هنايا كله غيتشد فيه ان شاء الله راه الصراحه اللوين غزال وفيه البوردو ديجا انا الفراش ان شاء الله غيكون فيه البوردو بحال هكا في هاد الحميمر هذا غزال شوفوا 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 كيفاش غيجي في الحيط غيجي غزال واعر 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 كيبان بحال تحجرت حقيقيه
تلصقوا. شوفوا الراوين، شوفوا 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 شحال ديال المخلفات. انت وكان كيجمع ديك الروينه اللي خليت لي هنايا، انا مشيت كنقاد بيت النعاس وصافي. انتما شوفوا الحيط كيفاش الجاجه غزال بهذاك البابي بان ديال طحجرت. حنا عندنا هنايا في الجروب كيقادوا الشجر برا، غتسمعوا الصداع. والفوق كاينه شي مناسبه، جيراننا عندهم شي مناسبه تبارك الله، العاونيات خدامين من الصباح. ايوا المهم هكا جا هذاك ديجان كتور، غندير ليه هذيك اللي شاركت معكم اللي وصلتني من جوميا. وهنايا غنحاول ندير شي طابلو عنده علاقه بالماكله، علاش؟ حيت تما فين غدار ان شاء الله سلامونجي. هاد سلامونجي هذه غير مؤقته حاليا، غادي نبدلها ان شاء الله.